لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله جل وعلا جعل أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرة بخلاف الأمم السابقة، فإن الله جل وعلا قد طول أعمارهم، فقد كان أحدهم يعمر 1000 سنة، وهذه الأمة قد قصر الله جل وعلا أعمارها. فقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. وقد ذكر العلماء لذلك حكما، من الحكم التي ذكرها بعض العلماء أن هذا، وهو تقصير أعمار هذه الأمة، مناسب لضعف أجسادهم وأرزاقهم بخلاف الأمم السابقة، فإن الله جل وعلا قد جعل أجسادهم كبيرة، وكذلك جعل رزقهم عظيما، فقد كانت الرمانة يحملها 10. وقد حكى الله جل وعلا عن قوم عاد أنهم اغتروا بقوتهم وأعجبتهم، فقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فهؤلاء قد اغتروا لطول أعمارهم وكبر أجسادهم، إلا أن الله جل وعلا جعل هذه الأمة قصيرة الأعمار. ومن الحكم التي ذكرها بعض العلماء أن يقل حسابهم، فكلما طال عمر الإنسان كثر غلطه فكثر حسابه، وكلما قل عمره قل حسابه. والإنسان إذا وصل إلى 60 فليعد نفسه ميتا وليعمل لما بعد الموت. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفنا. من جاوز 60 فليعلم أنه ميت، فليعلم أنه ميت، فليستعد لذلك الموت، ليستعد له بكثرة الأعمال الصالحة. وإذا غفل قبل 60 وفرط فالفرصة أمامه سانحة، فإن الله جل وعلا قد أمد في عمره، فليستغل هذا العمر الذي أعطاه الله جل وعلا له. قال الفضيل رحمه الله تعالى لرجل: كم أتى عليك؟ كم بلغت من العمر؟ فقال الرجل: 60 سنة. فقال له الفضيل: أنت من 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف وأنه مسؤول، فليعد للمسألة جوابا. فقال له الرجل: فما الحيلة؟ فقال الفضيل رحمه الله تعالى يسيرة. فقال الرجل: ما هي؟ قال له الفضيل: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. فالله الله، فالله الله في استغلال الأعمار، فأعمار هذه الأمة قليلة، إلا أن الله جل وعلا عوضهم بمواسم للخيرات تضاعف فيها الأعمال والأجور، ومن تلك المواسم 10 ذي الحجة، فالسعيد من استغلها وعمل فيها بالأعمال الصالحة، ولا يتفطن لهذا إلا من وفقه الله وعلم أن الدنيا زائلة. وعلى المسلم أن يعلم علم يقين أنه لن ينفعه عند ملاقاة ربه إلا ما قدم من أعمال صالحة. من استحضر أنه سائر إلى لقاء الله لا محالة استغل مواسم الخيرات بفعل الطاعات. قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟
كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله، من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته. فلنعمل في أيام عشر ذي الحجة بالصالحات، فما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته. فالله الله في الأعمال الصالحة، الله الله في استغلال هذه المواسم، فإن أجل الله لآت، فإن الدنيا زائلة، ولن يبقى لك من الدنيا إلا ما قدمته من أعمال صالحة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.